تحياتي. شفنا قبل فترة أخبار بعد إقالة جوزيه مورينيو إنه ارتبط اسمه بريال مدريد، والآن طلعت أخبار جديدة قبل يومين إنه راموس لو إجا مورينيو طالع، وفلان لو إجا مورينيو طالع. عندي وجهة نظر بهذا الموضوع كله، مورينيو وريال مدريد، بدي أحكي عنه. ما في شيء مورينيو يرجع له بريال مدريد حاليا إلا إنه بده يدرب فريق كبير فقط، يعني ما في شيء يحققه، مش زي لما إجا بده يجيب عاشرة، ما في شيء. شو ما عمل حيكون لا شيء في بحر تاريخ ريال مدريد. يعني انت بتحس جمهور ريال مدريد مع دوري الابطال المره هاي انه يلا 14 لو اجت، يعني انه عاني، في حين هي تاريخ بالنسبه لانديه اخرى، وبالتالي ما في شيء يحققه. على مساله المجد الشخصي ما في شيء، هي بس نادي كبير يدرب فيه بعد الفشل في مانشستر يونايتد، لا اكثر ولا اقل. نفس الشيء ريال مدريد، ما في سبب، ما في سبب ياخذ مغامره كبيره، يقلق لنفسه مدرب اخر فتره كل مره عم بيطلع بمشكله كبيره، وبعد ما يهد اركان الفريق زي ما شفنا مع تشيلسي زي ما شفنا مع مان يونايتد، مش مضطر ريال مدريد، لانه ما فيش موسم عادي بدون القاب عادي. الفريق عمل من التاريخ في اخر 5 سنين ما يكفي انه يتحمل صدمه موسم واحد ويرجع، وفي مدربين كثير كويسين غير جوزيه مورينيو في الدنيا. انا بعتقد الموضوع بيرجع لاخبار تسربت من سنتين تقريبا انه فلورنتينو بيريز مبول بمبالغ كبيره بتوصل لنص مليون يورو تقريبا بالسنه مشاريع اعلاميه في اسبانيا، مشاريع بتمثل اخبار اللي بده اياها، وهذا الشيء كان يعني بوثائق زي ما بنعرف. وبالتالي اعتقد هذا اللي بيعمله الان بيريز، عم بيستخدم مورينيو كبعبع. هو مش حيرجعه، نعم بحبه بس مش حيرجعه، لانه مش محتاج يرجعه، مش محتاج يجيب لنفسه هذا الصداع، وبالتالي هو عم بيستخدمه كبعبع على اللاعبين، بخوفهم انه انت يا راموس كقائد فريق العب دورك القيادي الحقيقي، انت فلان وفلان وفلان، عارفين انتو شفتوا مورينيو شو بيعمل بالفرق اللي بروح لها من توتر. ما بنحكي بس عن نتائج، شوفوا التوتر فقط اللي بصير، واذا بدكم تعيشوا احكوا لي، فيا بتعمل ردة فعل ايجابية يا بتكونوا مع سولاري 100%. وخلينا نتذكر انه سولاري خيار بيريز فعلا، يعني حسب كل التسريبات هو خياره الشخصي، وبالتالي بتحسها مسج سلبية اعلاميا عشان تدعم سولاري داخليا، وعم بيستخدم مورينيو كنوع من التخويف للاعبين انه جد برجع حياتكم نكد. مورينيو نفسه هو طالع قال صعب تكون برتغالي عايش في اسبانيا، فاعتقد هو نفسه حتى ما بيشوف ريال مدريد اولويه.